أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد كثر في هذا الوقت الكلام في من يقول إن الأعمال في الإيمان شرط كمال وليست أصل فيه، ونريد من فضيلتكم التوجيه الواضح في هذه المسألة. والله نحن شرحنا وشرح الإخوان المشايخ وفي المدارس وفي المعاهد وفي الكليات أن الأعمال من الإيمان وليست شرطاً فيه، وإنما هي منه، من حقيقة الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهل عقيدة أن الأعمال ليست من الإيمان؟ هذه مجلوبة إلى بلادنا، ما هي بعقيدتنا ولا عليها مشايخنا، وإنما هي عقيدة مجلوبة وهي باطلة، لأن مذهب الإرجاء، مذهب المرجئة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.